ابوي. كم خادمة عندك في البيت ام محمد؟ فلبينية واحدة بس. ليش ما جبتي اثيوبية بما انك من اصل اثيوبي؟ ما تسمع كلامي اكيد راح تشوف نفسها علي. اه وي تشوف نفسها عليك؟ اي والله. لا لا ما تسمع معنى علما انك يعني انت مواطنة كويتية من اصل اثيوبي تتجنبين انك يكون عندك خدم من الجنسية الاثيوبية. ما في تخوف من ان لا يعني جبتي من قبل يا جبتي يوم جبتي من قبل انا لما اجيب الاثيوبية جربت مرتين واحدة قعدت عندي سنة وقلت لها انا مو اثيوبية كويتية وكنت اسمع ايش تقول حتى اوقاتها خليها تتصل تليفون على اهلها واسمع ايش تقول هي واسجل الصوت سمعتيها تقول سمعتيها تقول اشياء يعني تقول في احد تقول انا بقعد عندها سنه وانحاش عني انا تنحاش وين تروح؟ تروح يعني برا تشتغل برا اي وجبت بعد مره ثانيه اثيوبيه قعدت لي يومين تقول راح اطز على اهلي هناك يضبطوني الأشياء يعني بدء وسهر وسوال شيخ لا تزعل مني بقول الصدق يقول الصدق محمد انت مواطنة كويتية لا تزعل مني لا مو عشان المواطنة وتري لا لان في بعدهم عندهم بدء عندهم بدء شنو البدء اللي عندهم تخافي منهم لا لا مو اخاف ما يدخلوني فيهم شنو البدء اللي انت تعطي منها كل الجنسيات لهم والله العظيم شنو البدء لا في بدء يعني ما فيها ضرر ولكن شنو البدء اللي تخافي على الساحر ساحر انا اللي شفت هالشيء تتصل على الساحر تضبط نفسها يلا وابي اسحر المدام سجلت انا التسجيل واخليها تسولف تليفون عرفت في موضوع اختم محمد في مسألة باعتقادك شنو سبب مثل هذه الجرائم هناك 15 جريمة قتل وشروع بالقتل من قبل الأثيوبيات العاملات في المنازل باعتقادك شنو السبب مثل ما قال الشيخ أنا وياه عصبيات عصبيات هل أنت عصبية أنا لا أنا خلاص الله هداني يعني كنت عصبي لا لا يعني تعلمت أشياء وايد بالكويت والله تعلمت الدين بالكويت كل حياتي بالكويت أحبها تشوفين الشعب الكويتي وأنت من أصل أثيوبي تشوفين نحن شعب قاسي مع العمالة المنزلية والله طيبين أنتم حبيبتي.